محمد ولي، عدنان درجال ويونس محمود ما يفوزون بالانتخابات إلا بقتلي، كيف تقرأ هذا التصريح؟ يعني بصراحة اتحاد الكرة يحتاج ده شخصيات، يعني أول شيء عندها تجارب، عندها فكر وفكرها مختلف. أنا أعتقد عدنان درجال مشروع واعد، مشروع واعد باتحاد كرة القدم. يعني أنا أشوف هذا الرجل ممكن راح ينجح باتحاد كرة القدم، وأنا حكيت في أكثر من موقع تلفزيوني. ولذلك أسألك هذا التصريح، معقولة كرة القدم توصل للقتل؟ إلا قتل يالله يفوز عدنان درجال؟ لا، الرياضة هي أجمل شيء بالحياة، الرياضة هي الإنسانية، الرياضة هي بصراحة هي قيمة الإنسان من يكون رياضي، الإنسان المتواضع الحليم اللي عنده صبر. يعني أنا الإنسان الوحيد اللي تعرضت للتسقيط ما تعرض له أي شخصية سياسية بالعراق، أكثر شخصية تعرض للتسقيط على الفيسبوك أنا، وعندي القابلية. شو وقت هذا؟ في كثير من المرات سابقاً وحالياً، وتسقيط قوي، تعرف أنت النجاح له ضريبة. أنا عندي قابلية أقدر أعين 1000 محامي، 1000 مو واحد أو 10، مع يعني أكون أنا محامي وأقدر هاي الناس كل اللي يكتب عني كل اللي يحكي عني كلها أقدر أسوي لها دعاوي وأقدر أخذ من عندها حقوق. مستحيل يوم من الأيام أخطو هاي الخطوة. ليش؟ احتراماً للرأي والرأي الآخر، كون الرياضة هي فن. بصراحة كلمة القتل والكذا أنا أعتقد أخونا وعزيز علينا يعني أعتقد يعني طرح خاطئ بصراحة. خاطئ. لو رشح يونس محمود وعدنان درجال لرئاسة الاتحاد من ستنتخب؟ أنتخب عدنان درجال. بسبب؟ يعني بصراحة يونس نجم، فرحنا كل إحنا بالـ 2007. يعني هذا الرجل مقاتل وأنا أعتقد إنسان راقي بكل معاني الكلام. عدنان دوره غير حقبة أنا أعتقد يعني ما كانت بصراحة موفقة في إدارة الاتحاد، فلهذا السبب رد الدين لعدنان هو بانتخابه. ترشيحك لعضوية الاتحاد شيء مفروغ منه، بس لو فزت بهذه العضوية تقدم الاستقالة من نادي الديواني؟ يعني إذا خيروني بين الاتحاد وبين الديوانية أبقى بالديوانية. ليش ترشح من الأساس؟ يعني ما أعرف إذا ممكن أكو يصير تعديل، إحنا حاولنا نطالب بالتعديل هاي الفقرة. مع ازدواجية المناصب؟ طبعاً. بسبب؟ يعني إذا واحد ناجح ممكن ينجح بكل مكان. ترى صدقني واحد أنت حضرتك اليوم إعلامي تذيع من قناة الفرات، بس أنت عندك القابلية وباكر تعلم من قناة أخرى. يعني تشتغل الصبح وتشتغل بالليل. بقناتين؟ بقناتين. طيب وين الآخرين؟ شو وقت يحصلون فرصة للعمل؟ إذا كنت ناجح، إذا كنت عندك قابلية. إحنا اليوم حتى اتحاد كرة القدم، يعني أوكي أنت ميزانيتك راح تجيك باتحاد كرة القدم ميزانية محدودة. إذا أنت تسافر وأنت تستهلك من هاي الأموال وتأخذ راتب من الاتحاد وتسافر بالاتحاد وهواي أشياء بالاتحاد، إذن يعني ما راح تضيف. تحدثت مع درجال بترشيحك ويا كتلته؟ لا، لغاية الآن. لغاية الآن؟ لغاية الآن، لأن هو الرجل لحد الآن يعني ما أعلن أنه يريد يرشح رأس الاتحاد. أنت راغب بالعمل مع درجال في الاتحاد؟ إذا توفرت بصراحة الإمكانيات الأفكاري، إذا وجدت الساحة ذلك. رشحت وفزت بعضوية الاتحاد وعدنان درجال رشح للرئاسة وما فاز، راح تعمل مع أي رئيس؟ طبيعي. بس أبو حيدر يعني إن شاء الله يفوز لسبب واحد، هذا الرجل يستحق هذا المكان.